تتكلم من امتى؟ وانا عيل صغير. السلام عليكم عيانين. استاذ رضا عايز اشوف الملف بتاعي. حالك من حال المستعمره. كل الناس هنا ما تعرفش مين اهلها. افرض لك انت اهل هتسافر ازاي؟ لا بتعرف تركب عربيه ولا بتعرف تركب قطر. هتمشي في الجنوب لحد ما توصل لهنا. اديني اهو. اديني لك من عليا. اسم الواد ايه؟ بابا. بابا. يلا بينا. على فين؟ على لوكاندا يا اخويا. ما تيلا. فر من المجزومه فرارك من الاسر. انت قلت ما بيعديش صح؟ ايه ده؟ عشان النبته ما تبصش عليك وما تخافش منك. مش هي جايه اشوف ابوه. خايف؟ احنا منبوذين ملهاش علاج، بس ما ينفعش تستعر من نفسك. ده احنا عايشين عيش الملوك. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه اللقاءات على شاشات سي بي سي من مدينة الجونة ومهرجان الجونة في دورته الثانية وتغطية حصرية جدا على شاشات سي بي سي. خلوني أرحب بالسيناريست والمنتج محمد حفظي. حفظي أهلا بك معنا على سي بي سي. أهلا نعم ازيك. تمام. يعني عايز أتكلم معك على حاجات كتير قوي، بس خليني أبدأ بيوم الدين. يوم الدين أنت منتج مشارك فيه، وأنت الحقيقة دخلت في مرحلة متقدمة، يعني ما دخلش من البدايه، هو خرج من منصه الجونه وتم دعمه هنا وكمل بعد كده في البوست برودكشن. قولي دخلت امتى في الفيلم وايه اللي شجعك ان انت تشارك في الانتاج؟ يعني مبدئيا انا متابع الفيلم ده من زمان قوي، من قبل ما يتصور. كنت عارف على المشروع، وبعدين بعد ما بداوا تصويره قابلت دينا امام المنتجه في مهرجان كان، مش اللي فات ده، اللي قبله، وحكيت لي على الفيلم وقالت لي انهم لسه هيبقوا محتاجين بعض الفاندز او بعض التمويل لاستكمال الفيلم والبوست برودكشن اللي هي مراحل ما بعد التصوير يعني. وبعدين بعديها بفتره يعني شفت الفيلم ووروني الفيلم، ومن اول ما شفت انا قلت المشروع ده يعني لازم الواحد يدعمه، لازم ابقى جزء منه واحس انه يعني اقدر اضيف له حاجه، ان هو يكمل، ان هو يوصل للناس. ودخلت فيه في مرحله ما بعد التصوير من بعد ما شفت النسخه الاولى، نسخه العمل، وبدات بقى الرحله. يعني الكلام ده كان من اول السنه تقريبا، كان يمكن في فبراير او حاجه زي كده. فيلم يوم الدين هو فيلم من غير ابطال، يعني مش ممثلين، هم ناس حقيقيين. القصة أعتقد مش حقيقية بس هي إنسانية، يعني من الواضح من البرومو إن هي قصة إنسانية. يمكن أبو بكر كان قاعد معي المخرج قال لي هي قصة إنسانية بس مش كئيبة، بالعكس هي فيها أمل وفيها حب وفيها نجاح وفيها حاجة تخرج بحاجة حلوة. الناس دايما بتشوف البرومو حاجة إنه راضي عنده مريض أو متعافي من الجزام، فتبقى حاجة إنه صعبان، يعني حاجة صعبة يعني، بس ده مش حقيقي. قد ايه المواضيع الانسانيه مهمه، وقد ايه برضو الموضوع ما يخوفش انه اللي موجودين مش ممثلين، دول اشخاص حقيقيين، يعني هما مش محترفين كاميرا. يعني بصي، هو اللي انت بتقوليه ده هو اول ما سمعت على المشروع، وفكره ان انا اشارك في المشروع زمان حتى من قبل ما دينا تبدا تشتغل عليه. كان يعني كان في يمكن منتج تاني في الاول كان، او منتجه تانية كان، كنت ده اللي كان قلقني هو تناول الموضوع عامل ازاي، لان هو في مليون قصه ممكن تبقى انسانيه. هي كل حاجه بنعملها في السينما زي ما شعار مهرجان الجونه هنا، السينما من اجل الانسانيه، هي السينما كلها من اجل الانسانيه. لكن هو التناول بتاع موضوع انساني بيفرق عن تناول فيلم اخر، فهو كيف هتتناولي او هتعالجي الموضوع ده. وهو ده صراحة اللي لما شفت الفيلم حسيت انه نجح فيه باقتدار ابو بكر، وقدر ان هو يعني طبعا الراي الاخير للجمهور والنقاد، يعني انا كأحد مشاركين في الفيلم يمكن مش من حقي ان اقول رايي في ده، بس انا اللي حسيته لما شفت الفيلم حسيت ان التناول بتاع الفيلم ده ذكي جدا وصراحه في الجون جدا، لان هو يعني اولا اختياره لفكره الممثلين غير محترفين
لدرجه ان انت بتبقي يعني بتشوفي الفيلم وفي ممثلين محترفين وفي ممثلين مش محترفين، انت مش عارفه مين حقيقي ومين محترف ومين شخص حقيقي بيمثل او مش بيمثل. كمان مدى الصدق والاتقان في التفاصيل وفي وقدر ان هو يسيب مساحه للحظات الحقيقيه قوي اللي ممكن يبقى فيها بعض حتى يعني لحظات الابتسامه او الضحك او لحظات اللي بتوجع او بعض التفاصيل اللي بتدي عمق اكتر ومصداقيه اكتر وبتحسسك الموضوع حقيقي قوي. يعني الحاجات دي يعني ما اعتقدش انها وليده الصدفه، يعني اعتقد ان هي لما المخرج بهيئ المناخ المناسب ان الممثلين بالشخصيات اللي هم بيمثلوها يعني يطلعوا اللحظات دي في الهوا جامد. شويه مش عارف حد سامعني ولا بس كلام انا سامعك. فده الحقيقه يعني محتاج ثقه الكلام ده لما يبقى مخرج بيعمل عمله الاول وبيشتغل بالتكنيك ده وبيشتغل بالاسلوب ده وقادر يطلع النتيجه دي حاجه صعبه جدا. وحسيت ان لو ده في عمله الاول بيقدر يعمل ده يبقى ده مخرج هيروح اماكن يعني ابعد وهيكون مخرج مهم جدا يعني. خليني اسالك حفظي انه النهارده اول عرض خاص لفيلم يوم الدين لجمهور مصري وعربي. هو مش عرض خاص، هو عرض للجمهور يعني اول عرض للجمهور اول عرض للجمهور من خلال مهرجان الجونه طبعا. عايز اسالك انه اكيد عندك خبره في ردود فعل الجمهور، يعني متخيل ايه بما انه فيلم مختلف بكل المقاييس الحقيقه؟ يعني بصي انا يعني وانا في القاعه دلوقتي حاسس بحاله من التركيز التام، الناس يعني قاعده مركزه جدا في صمت التام وحاسس ان في تفاعل مع ان الفيلم لسه كان في اوله. يعني هنشوف، بس انا احساسي ان الفيلم ده مش نخباوي قوي، مش فيلم للجمهور المتخصص بس، يعني مش فيلم لجمهور المهرجانات بس بالظبط. وهنا في ناس كتير يمكن يعني جمهور عادي يعني بيعدي بيبقى عايز واتوقع ان هم يعني او اتمنى ان هم يخرجوا من هنا حاسين يعني ان في فيلم لمسهم، ان هم يعني شافوا حاجه يمكن ما كناش متوقعينها مش متعودين عليها، ناس واماكن يعني مش متوقعين انهم يشوفوها في السينما المصريه، وفعلا نادرا لما بنشوفها في السينما المصريه. فكمان يعني جمهور اللي هيقطع تذكره بقى وهيشوف الفيلم يعني في السينمات، جمهور العادي اللي بيخش هو دار نزل العرض. امتى الفيلم نزل؟ كمان يومين ثلاثه ان شاء الله في المانيا البدايه، يعني هيبدا في المانيا. الفكره دي انت شفتها ازاي يعني؟ والله انا اقترحت اوت اوف ذا بوكس يعني. يعني اقول لك اللي حصل، انا كنا يعني كنا قاعدين في اجتماع بنخطط نحط خطه توزيع للفيلم، وطبعا كنا حابين ان احنا نبدا يوم 23 كمان، لان يعني اللوائح بتاعه الاوسكار بتقول الفيلم لازم يتعرض اسبوع كامل وسبعة ايام متواصله قبل 1 اكتوبر. فكنا بنفكر في ايه المكان المناسب اللي نبدا بيه العرض التجاري. اقترحت فكره المانيا لان اولا لان في جزء من احداث الفيلم بعدي على المانيا، كمان هو يعني مكان مولد او المدينه اللي جاي منها رادي جمال بطل الفيلم اللي هو بيلعب دور بشايف، فقلنا دي تبقى فكره حلوه ومختلفه. وعامه جمهور الصعيد يعني والمنطقه دي من مصر يعني محروم من الافلام الجديده ومن العروض الخاصه. عاده الافلام دي بتاخد حقها في دور العرض للجمهور العادي. يعني قصدك الافلام اللي زي يوم الدين، افلام يعني انا مش مختلف من غير نجوم، قصه انسانيه لما تدخل جوه هتشوف تفاصيل بس من غير ما تشوف من التريلر يعني. بصي احنا واخدين الحمد لله يعني سينمات كويسه جدا، يعني القاهره واسكندريه هتعرض في عدد من السينمات الهامه والكويسه. هل هياخد فرصته ان هو يكمل فتره طويله ولا لا؟ ده على حسب ردود الفعل وعلى حسب الجمهور هيستقبل فيلم كويس ولا لا. فاتمنى ان ده يحصل يعني، لكن طبعا دي حاجه في يعني في ربنا وحده هو اللي يعلم، يعني حاجه في علم الغيب حاليا. خليني اكلمك، انت قلت وطبعا احنا كلنا تابعنا انه الفيلم في الاوسكارز في المسابقه للافلام الاجنبيه، ماشيين ازاي في الموضوع ده؟ وانا كان ليا مداخله معاك قبل كده حفظي قلت لي احنا ما ينفعش نسيب الموضوع، يعني مش هو هيطلع لوحده، في بلان وفي خطه ان احنا نوصل الفيلم للتصفيات النهائيه. هو طبعا بيساعد قوي لما يكون
يعني انت عارفه عشان اشرح بس البروسيس او الموضوع بيمشي ازاي، هو كل دوله بترشح فيلم. مصر رشحت يوم الدين، فبيبقى في حاجه مثلا بتاع 90 دوله مرشحين افلام، في لجنه، اللجنه بتاعت الافلام الاجنبيه في الاوسكار بتتفرج على معظم الافلام او كل الافلام، يعني مش دايما كل الاعضاء بيروحوا كل العروض، يعني ممكن اللجنه دي تكون فوق ال 150 او 100 شخص او 200 شخص، مش عارف عددها بالظبط، لكن اكيد مش ال 200 بيشوفوا كل الافلام. فبالتالي احنا دورنا ان احنا نوصل الفيلم لاكبر عدد ممكن من اعضاء اللجنه، فبنعمل حمله بالتعاون طبعا مع ناس مختصه يعني في الموضوع ده، والحمله دي عباره عن دعايه للفيلم في مثلا في الاماكن والمجلات الخاصه بالصناعه هناك اللي هم ممكن يشوفوها وبيكونوا بيتابعوها بيقروها. بنعمل عروض خاصه ليهم لاعضاء الاكاديميه، وبتبقى بنحاول ان احنا ندعوهم. العروض دي ممكن يبقى فيه ريسبشن او يبقى فيه عشاء منسقين مع حد هناك، شركه توزيع انتاج. في شركه توزيع كبيره امريكيه يعني اخذت الفيلم هو توزيعه في امريكا، وده بيسهل الموضوع كتير، لان معناها ان هم بي عندهم خبره على اداره الحملات من النوع دي، يعني ازاي يتعاملوا مع شركه البي ار او الشركه اللي ماسكه العلاقات العامه للحمله عشان تقدر توصل الفيلم لاعضاء اللجنه وتخليهم يهتموا انهم يتابعوا يشوفوا الفيلم، وعشان لو عجبهم يبقى عنده فرصه كويسه. فرص يوم الدين برايك قد ايه ان احنا نوصل للتصفيات؟ عشان اكون واقعي معاكي، هو اي فيلم يعني مصري يعني ما وصلش، يعني انا ما اعتقدش ان في فيلم مصري اصلا وصل للترشيحات الرسميه اللي هي الخمسه، بس غير كده انا مش فاكر اي فيلم مصري حتى وصل للقائمه القصيره اللي هي 9 افلام. انا السنه اللي فاتت كان في فيلم دوكيومنتري تقريبا لا التحرير. الدوكيومنتري انا بتكلم على الروايه. الدوكيومنتري اللي هو الميدان لجان وجين طبعا وصل وكان قريب جدا ان هو يفوز بالاوسكار يعني. لكن انا بتكلم على الافلام الروائيه طويلة. مش فاكر اي فيلم مصري صراحة وصل للخمسة القائمة النهائية، الخمسة الاخيرين. لكن انا اتعلمت صراحة يعني السنة اللي فاتت من تجربة الشيخ جاكسون، وبرضو الحملة اللي عملناها في الشيخ جاكسون، وقبل كده حملة اشتباك ما كانش عندنا ميزانية اصلا، لان ما كانش في الموزع الامريكي ما كانش حاطط اوراس الميزانية للموضوع ده في الاشتباك، لكن الشيخ جاكسون الموزع الامريكي برضو حط ميزانية صغيرة، واحنا قدرنا نكمل الميزانية دي بحيث ان احنا نحاول يعني وحققنا نتائج احسن من اشتباك، بالرغم ان اشتباك يعني وجوده في كان والصدى اللي حققه كان صدى كبير جدا، لكن دايما المنافسه بتبقى صعبه جدا، لانك عندك يعني بتنافسي فعلا احسن افلام على مستوى العالم. أكيد. يعني انا بقول ان يعني افضل فيلم اجنبي دايما المنافسه فيه اصعب من افضل فيلم اللي هو الافلام الامريكيه او الافلام اللي بتترشح على افضل فيلم بشكل عام، لان بتاخدي الصفوه من العالم كله. يعني احسن صناعه في كل بلد العالم كله بالظبط. فالمنافسه فيها صعبه جدا، لكن يمكن يوم الدين عنده يعني يمكن فرصه اكبر شويه من الافلام اللي بتاع السنه اللي فاتت واللي قبلها، مش بس لانه كان في المسابقه في كان ودي حاجه كبيره جدا، لان كمان الفيلم موضوعه وفكره ان هو ممثلين مش محترفين، ويعني اعتقد ان في حاجه في الفيلم ممكن تلمس الفوترز او الاعضاء اللجنه اللي هم هيصوتوا الفيلم الفائز. فانا مش عايز اتوقع حاجه ومش عايز اقول الموضوع مستحيل. في امل طبعا، والله اعلم طبعا، اتمنى ان هو يوصل حتى بالقليل للقائمه القصيره لتسع افلام قبل ما يتصفوا يبقوا خمسه يعني. خليني اكلمك عن الجونه ومهرجان الجونه في الدوره الثانيه، اكيد كنت متواجد في الاولى. مش عايز اسال ايه الجديد، بس ايه المختلف؟ الجوله الاولى نجحت نجاح كان كلنا مترقبين انه الثانيه هتعملوا ايه. فانت يعني صانع من صناع هذه الصناعه، جمله كلها صناعه يعني، بس ازاي بتراقب الوضع؟ الافلام لو بصيت عليها من بعيد حتى الكواليتي، انا عارفه انه هنا بينتقوا الافلام بشكل كبير، ليهم معايير مختلفه. يعني انا بتهيألي هو يعني اكتر حاجه بتميز المهرجان ده طبعا ان هو واخد روح المكان. يعني هو مهرجان فعلا تحس ان هو بينتمي لمدينه الجونه، المدينه الصغيره دي الساحره على البحر الاحمر، اللي احنا يعني انا شخصيا بتحس انها يعني من اماكني المفضله مش بس في مصر، في العالم كله. لكن على مستوى الفني المهرجان ده الحقيقه بيختار برنامجه بعنايه جدا. الفريق البرمجه بقياده تشال تميمي ومدير الفني امير رمسيس وكل الفريق البرمجه والمهرجان
ناس على اعلى مستوى بيذاكروا كويس قوي، بيشوفوا كل الافلام الكويسه في المهرجانات العالميه الكبيره، بيختاروا برنامج في فكر ورا البرنامج. اعتقد ان هو يعني فعلا بالرغم ان هم يعني ممكن ما يكونش عدد كبير من الافلام، 80 فيلم او حاجه 70 فيلم، لكن ده بصعب الموضوع 70 و50 يعني في المسابقه الرسميه، فده بصعب الموضوع يعني بيخليكي فعلا لازم تختاري بعنايه الافلام اللي انت هتعرضيها. وكمان بيعملوا المهرجان ده ان هو بيدعم المشاريع، يعني ده شيء مهم جدا، الدور اللي بيعمله في الصناعه. حبيبتي خليني اسالك، بما انك مراقب مش بس للوضع للسينما مش بس المصريه العالميه، وبتحضر على طول بنشوفك في مهرجانات بره ابرزهم كان، احنا فين؟ انا عارفه ان احنا لسه في الجوله الثانيه، وانا عارفه ان الكل متوقع كتير من المهرجان ده ومن صناع المهرجان ده، ولكن بالمقارنه انا عارفه ممكن نكون في الاول، بس هل ده الطريق الصحيح؟ هل ده ذا رايت تراك انه يوصلنا نكون مهرجان قوي على الخريطه؟ اي نعم احنا حطينا نفسنا، مهرجان الجونه حط نفسه على خريطه السينما العربيه، بس ممكن نكون على الخريطه بشكل اقوى. انا متوقع ان في خلال كام سنه المهرجان ده يبقى يعني من اهم مهرجانات اللي هي في الوقت ده من السنه، اللي هي فتره الخريف يعني. بعد طبعا عندنا مهرجان فينيس وتورونتو، مهرجانات مهمه جدا اللي هي اللي بنقول عليها مهرجانات الخريف، الفول فيستيفلز. بالنسبه للمنطقه العربيه انا اتوقع ان الجونه يبقى من اهم المهرجانات، وهو اوريدي ساب بصمه يعني في الدوره الاولى، والسنه دي اعتقد انه هيسيب بصمه اكبر، وهو هيكون محطه جذب لناس كتير من يعني صناع السينما والمختصين بصناعة السينما في العالم. وهيبقى في يعني هيبقى في منافسة من مهرجانات تانية، وطبعا مش عايزين ننسى مهرجان القاهرة. في ده يعني في ناس بتقول او شافت انه بعد مهرجان دبي ساعد مهرجان الجونة انه يطلع، هل لي علاقة فعلا؟ هو ممكن تقولي انه ساعد الجونة وساعد القاهرة، ان يبقى في فرصة ان احنا نستحوذ على عدد اكبر من الافلام الجديدة والكويسة. لكن انا بشوف ان على المدى الطويل المنافسه كانت هتبقى في صالح كل المهرجانات، يعني انها تعمل افضل ما عندها عشان تنافس على الافضل والاحسن، وهي كانت منافسه صحيه زي المنافسه اللي بين مهرجان القاهره ومهرجان الجونه دلوقتي على الافلام اللي هتتعرض كعرض اول في مصر او عرض اول في الشرق الاوسط. منافسه صحيه، وزي ما صديقي انتشال دايما بيقول هي منافسه تكامليه. صحيح، بالرغم ان احنا بنتنافس ساعات وساعات بنبقى عايزين فيلم يعني يروح هنا يروح هنا، بس في الاخر بنتحاور وبنشاور وبنشوف ايه الحل يعني يحقق التوازن بالنسبه للمهرجانين. يعني مهرجان القاهره محمد حفظي بيرأس الدوره القادمه من مهرجان القاهره السينمائي الدولي. قول لي انتوا فين، بتعملوا ايه؟ عايزين نعرف كتير عن مهرجان القاهره. يعني مهرجان القاهره مبدئيا يعني الناقد استاذ يوسف شريف رسال الله، ناقد كبير مدير الفني لمهرجان القاهره اللي بقى له سنين، يعني صراحه هو بيقول ان هو من الناس اللي شايله المهرجان ده على ظهرهم، يعني تقريبا قربوا يخلصوا البرنامج الافلام والاختيار الافلام، وعاملين يعني اختيارات صراحه يعني مش كلها شفتها، بس يعني متابع طبعا وعارف، بسافر وبشوف الافلام بره، وبنتعاون بشكل كبير جدا في يعني بنتكلم كتير قوي عن الاختيارات وعلى البرنامج. وصراحه هو عامل يعني حاجه اعتقد انها هتكون يعني هتبسط ناس كتير لما يشوفوا الافلام وما يعرفوا اللاين اب او البرنامج. لكن الحقيقه المهرجان السنه دي احنا بنحاول برضو ان هو يبقى اشمل من مجرد عروض افلام جديده ومسابقه او بعض المسابقات. بنحاول ان احنا نوصل لعدد ناس كبير، بنحاول ان احنا نكبر الدور المهرجان بيعمله في مستوى الافلام برضو. حمزي مستوى الافلام بس كده، كمان التواصل مع العالم، يعني احنا مهرجان دولي وكل حاجه بنعرض افلام من العالم كله، لكن الحقيقه كان في تواصل مفقود مع يعني الاوساط السينمائيه العالميه، يعني مش بس استضافه بعض المخرجين وخلاص، لا انا بتكلم على الصحافه الاجنبيه، على صناع السينما في العالم، على المخرجين، على يبقى في سوق حقيقي للمشاريع او سوق الانتاج المشترك، مش عايز اقول سوق كمان لبيع وشراء الافلام لان ده صعب قوي يتحقق يعني في الوقت الحالي في المنطقه العربيه. حتى دبي اللي كان عامل سوق وبيعتبر يعني سوق يعني لحد ما مش صغير، لكن الحقيقه ما كانش يعني
كان نادرا لما تلاقي افلام بتتباع وبتشترى من خلال سوق مهرجان دبي. ف يمكن احنا صعب قوي ان احنا نعمل سوق حقيقي دلوقتي، بس بنقدر زي ما الجونه عمل، ومهرجان القاهره كان بيعمل زمان بشكل صغير اللي هو متفق القاهره السينمائي، ودبي كان بيعمله بشكل اكبر. احنا السنه دي في مهرجان القاهره عاملين منصه مهمه جدا لدعم الصناعه اسمها ايام القاهره لصناعه السينما، ودي فيها نشاطات كتير قوي، مش بس دعم المشاريع بس، فيها يعني ورش ودروس سينمائيه وندوات ولقاءات مهمه ما بين يعني صناع السينما في العالم كله. يعني اكيد هيبقى لنا لقاء خاص عن مهرجان القاهره في الدوره الجايه. سيناريست والمنتج محمد حفزي، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا على CBC. مشاهدينا الكرام، هذه كانت لقاءاتنا، واكيد لنا متابعه حصريه ودائمه على قنوات CBC من الجونه ومهرجان الجونه في دوراته الثانيه. شكرا لكم.